تلفتك هيدي الشخصية، يعني هيدا الشكل، هيدا النموذج للمرأة؟ بيلفتني إذا بدك الضحك اللي على وجهها، البوزيتيفيتي، النظافة، الهفهفة، الجسم الصحي اللي هو نحن موجودين على هيدي الأرض لنعيش قد ما فينا، لنحقق إنجازات قد ما فينا بطريقة صحية. بتلفتني إذا بدك كأنه عم تبعت نور، يعني لأنه ولا مرة شفنا باربي زعلانة، ما شفنا باربي منكوشة، فوضوية. فهذا الشيء اللي بتحكي عن جانب انه النظافه من جوا ومن برا، النور، الاشعاع، في كتار ما بشوفوا هيك، بشوفوا شيء بلاستيك، بشوفوا مقاييس جماليه ما بتشبه الحياه، مستحيله انه ما شاء الله عليكي مايا عندك هيدي المقاييس، بس مش كل الناس عندها. قلت لك ما شاء الله عليكي، كل اعوذ برب الفلق، ولكن مش كل الناس عندها هيدي المقاييس، هيدي المقاييس ممكن تعمل ازمه عند كثير ناس ما بتشبه الواقع. معك حق، وكثير مهم الواحد يكون عنده رول موديل، مثل اعلى. هيدي الباربي كانت بين ايدينا اذا بدك، بتفرجي انه الجسم الصحي كيف لازم يكون، لانه كلنا بنعرف الجسم الصحي هو بالاكل الصحيح، تمارين الرياضيه. فاذا بدك هيدا كان عم يعطي موتيفيشن، ليه ما انه غلط انه هيدا الشيء يكون موجود للانسان، يصير يكون عنده هيك موتيفيشن، لانه بالحياه كنا نقول ما عندنا وقت او نروح على الجيم، ما عندنا الحافز. بيقولوا لي انا مايا نيالك بتحبي تروحي ترقصي وتغني، كيف بتلاقي وقت؟ فكتير حلو يكون شيء بين ايدينا، حتى لو كانت لعبه ما بتحكي، بتعطينا هيدا الحماس والموتيفيشن. وبتعرفي شغله، نحن كل مرة عندها 1000 شخصية، وفي 1000 مرة أكيد هيدي الباربي ما رح ترضي وحدة منا، فأكيد رح يكون في عالم معها وفي عالم ضدها للباربي. برأيك في بكل مرة شخصية باربي؟ حسب كيف كل حدا بيشوفها، حسب نحن كيف ربينا، حسب انت من جوا مرتاحه مع نفسك لتشوفي الباربي كيف. نحن بتعرفي الانسان بيقطع ابس اند داونز، فايامات بنشوف شغل مطلع بشغل كثير بيرفكت، بس لانه نحن منا مرتاحين مع نفسنا بنشوفها بشعه ومنا كامله. والانسان المرتاح مع حاله، المبسوط، اللي عنده دائما هيك لهفه بيوعى الصبح عنده شيء ليحققه، بيشوف شيء كثير بسيط بيقول واو شروق الشمس، بس في عالم ما بتشوفه. بس مايا نحن عم نحكي عن عالم مثالي وعن شكل مثالي، عم بتقول الحياة الصحية أكيد هذا شيء كتير صحيح وضروري، ولكن ما بتعني الحياة الصحية والأكل الصحي قوام رشيق، ما بتعني شعر طويل أشقر، ما بتعني زهر، ما بتعني هيدي الملامح، المقاييس المثالية المنحوتة. في ناس عندهم حياة صحية ولكن ما عندهم كل هالمواصفات. انت عم تاخدي باربي عم بتجملي لها صورتها ليكون عندها جمال روح. نحن ما شفنا جمال الروح بباربي، نحن شفنا جمال الشكل، لانه باربي ما بتحكي، عملوا باربي نموذج، ومن الباربي في كثير نموذج، باربي شقره، باربي شعرها قصير، باربي حكيمه، باربي باليرينا، في كثير انواع باربيز، بس كلهم جميلات، كل لون اذا بدك المعايير عم تختلف. يعني نحن لو كنا بالصين انا وانت كانوا شافونا ابشع الابشعات لانه معايير عندهم الجمال غير، عندهم القصر، البياض، فمعايير الجمال بتختلف.